ما غير لابسين الشمو. الو اقول ما غير لابسين الشمو وعشرين ساعه يعني خلاص تعودنا. سلامات. حتى الطواقي سببت حسيه بروسل على الاجواء الجميله. والله الجو اليوم بس تقل الرطوبه صح؟ ايه في رطوبه. في رطوبه. ايش رايك على الاجواء الجميله اعطي لك لمحه على احد الصحابه؟ انا دائما اقول لك كل بعد صلاه الفجر عطنا حق خمس دقائق. لا يمكن اقل بعد خمس دقائق بس ايش عشان نستذكر واحنا طالعين من صلاه الفجر. بسم الله توكلنا ونستفيد. ادلو بدلوك. اصبر خلني بجيب لك صحابي. طيب بتكلم عن ابو بكر رضي الله عنه. الله اسمه وابو بكر هي الكنيه. الاسم اختلفوا فيه الرواه ولكن الارجح عند العلماء انه عبد الله بن ابي قحافه التيمي القرشي. التيمي من تيم اللي هو الفخذ. التيمي القرشي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول من آمن به وسمي بالصديق. وكان هذا سبب التسمية أنه لما أتوه كفار قريش وعطوه سالفة الإسراء والمعراج لما الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به للسماء وراح للقدس فجو كفار قريش يقولون له أتسمع ما قال صاحبك؟ تدري وش قال صاحبك؟ يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام يكلمونه أبو بكر. قال ماذا قال؟ قال إنه يقول إنه راح للقدس. فقال إن كان قد قالها فقد صدق. أو التسليم المطلق. الله سبحانه. تسليم عجيب. لذلك لقب بالصديق. علشان المقولة هذه. نعم. لماذا لقب بأبو بكر؟ لأنه كان عنده بكرة وظهر ضاح منها أو شيء زي كذا فسمي أبو بكر. من وين جبت المعلومة هذه منه؟ المعلومة هذه قريها أنا طبعا قبل لكن أنا أقولك الظاهر أنها على هال راجع معلومتك زين. لكن أو أن أبو بكر لا اعتقد انها هي على انها عنده بكر او شيء زي كذا وبقى اراجحها، لكن احنا نتكلم عن اسم ابو بكر ودعمنا. استريح يا شيخ. وش يا شيخ عندك معلومه؟ وش لماذا لقب؟ ابو بكر. لقب بابو بكر بابو بكر لانه تزوج امراه بكر ثيب وعليها ولد اسمه بكر. فسمي ابو بكر. فسمي ابو بكر. يعني مطلقه. تزوج مطلقة أكيد عليها ولد. إيه. وأنا قد قرأت هذه المعلومة. بعض المطلقات ما عنده عيال. وأنا قرأت هذه المعلومة فقلت الظاهر إنه ممكن فيها اختلاف لكن حلو إن نرجع لها. وإذا ولا أنت متأكد يا شيخ؟ على أبو بكر. هو سولف عن حياة الصحابة. أبو بكر بأبو بكر. طيب ليش؟ ما عليه ولد اسمه بكر. وليس هو بكر الإسلام عشان يقول أبو. ممكن ما يتزوج إلا بكر. لا. تزوج امرأة مطلقة عليها ولد اسمه بكر. والله يمكن. ايه صادق. هذه تساءلت صادق صادق. لا تزوج امرأة عليها ولد اسمه بكر. اه سمي ابو بكر. دقيقة ليه ما يختلف الحين؟ هو فاح قاعد يشرح. احنا قاعدين نشرح الفكرة يا شيخ ان نعطي لمحة عن صحابي. انا مختلف يعني عقب الفجر. ممتاز والله العظيم الحياة. فطبعا بما انكم توكم جايين يا شباب. يا مرحبا. وشو؟ بعد اذنكم ودنا نعطي لمحة عن صحابي. اخذ راحتك ونا معك ونسمعك وقلبا وقالبا. الله يسلمك. بالعكس. بنتكلم عن ابو بكر رضي الله عنه. الكنية أبو بكر والاسم اختلفوا فيه الرواة ولكن الأرجح عند الرواة أنه عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه التيمي القرشي. التيمي نسبة إلى تيم فخذه من قريش. صاحب رسول الله أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال. لقب بالصديق وسبب هذا المسمى أنه لما أتوه المشركين ويتحدثون معه قالوا له ان صاحبك يقصدون الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه عرج به
من المسجد الحرام للمسجد الأقصى. فهو طبعا ما سمعها، فأجاب وش قال؟ قال إن كان قد قالها فقد صدق، فلقب بالصديق. طبعا أما عن عمره فهو يقال في أغلب الروايات أنه أصغر من الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين وشوي وأشهر. طبعا هو أبو الصديقة عائشة بنت أبي بكر، المرأة الوحيدة أم المؤمنين، المرأة الوحيدة اللي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بكر. طبعا له مواقف جسام وعظام في الإسلام، له طبعا غلا عند الرسول عليه الصلاة والسلام شيء قوي. ومن الأمثلة لما جاء عمر تناوش هو أبو بكر في موضوع، فأتى أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال، وكأنه اشتكاله من عمر رضي الله عنه، فزعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما أتى عمر رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما تتركوا لي صاحبي؟ هذا الرجل اللي كذبتوا بي وآمن بي، واللي ماله أكثر الناس نفعني فيه. فأبو بكر رضي الله عنه يوم شاف الموقف كذا احتد، جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنا أخطيت بعد، فهمت؟ ما يبي الرسول يغضب على عمر. فهذا كان دليل قاطع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبو بكر وأحب الناس إليه. ومن الأدلة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاه عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: كنت أجي عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأشوفه يغليني ويقدرني فيقول ظننت أني أغلى واحد. فيقول جيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول: أنا حسيت أني أنا أحب الناس إليك. صح، قد سمعت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: لا يا رسول الله، أقرب من الرجال أقصد. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. فهنا يقول: أنا خفت أنهم عاد يذكرني، عرفت؟ فيقول سكت. فهذا من الدلالات أن أبو بكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عظيمة ومحبة عظيمة. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء أبو بكر، هو الخليفة الأول في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت مرضه بأنه يصلي بالناس. طبعا لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام كان له موقف جبار في الإسلام، وكان الموقف هذا لأن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني أعظم حدث ابتلي به الأمة، فتزعزعت في المدينة في ذاك الوقت، يعني وفاة نبي وخاتم الأنبياء. فقام أبو بكر رضي الله عنه وألقى يعني خطبته المشهورة، وقال: من كان يعبد محمدا فقد من كان يعبد الله ورسوله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فطبعا هذا كان من المواقف اللي ثبتت الناس على الدين. وطبعا وله من الأعمال هذه ذكرها صفير الرحمن البركوري. نعم، الكلمة هذه. فطبعا له عشت بس. طبعا له من الأعمال الجليلة في وقت خلافته والجسيمة، إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلافة أبو بكر رضي الله عنه ارتدت بعض القبائل، وكانت ارتداد بعض القبائل في من رد الإسلام جملة، وفيه بعض القبائل قالت: لا، احنا ما نرد الإسلام جملة، ما نرتد بالجملة، احنا نرتد عن موضوع الزكاة. زين، قالوا: أما الزكاة فكنا نعطيها للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد مات، والرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، فاليوم أموالنا لنا. فكان عمر رضي الله عنه جالس مع أبو بكر في هذا الموضوع، لأنه كان حدث قوي، فيه من القبائل من كان مرتد وفيه من ارتد بس في الزكاة، يعني منع الزكاة. فكان رأي عمر رضي الله عنه لأبو بكر قال: بما معناه لا تؤلب القبائل هذه كلها علينا، خلنا نقاتل اللي رد الدين جملة، بعدين نلتفت
للي منع الزكاة. فقال كلمته المشهورة لعمر رضي الله عنه، قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. خفت يا عمر، يا أنت عمر. فقال يعني في الجاهلية أنت جبار والحين كأنك خلاص بديت ترتخي. إيه فقال لا مو بهذا المقصد. قال يا عمر والله لو كان عقالا يؤدونه لرسول الله، عقال بعير زين، ومنعوه لقاتلتهم عليه. والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. عندي واحد اللي يرد جملة واللي يرد الزكاة نفسه. فطبعا وكانت حروب الردة، وبدأ بحروب الردة واستقر الأمن والإيمان في رجع في القبائل. وطبعا ما ودي أسهب في هذا الكلام، لكن لا بالعكس رح لا والله سرسل يا عبد الله زين سرسل توقف. فطبعا تعلمنا أنت نفهم. لا والله أنا واحد على ما قال من أقلكم. فكان طبعا وفاة عمر أبو بكر رضي الله عنه بعد خلافة دامت سنتين وعدة أشهر تقريبا 10 أشهر. فلما أتت حول الوفاة يعني بدأ في آخر حياته أو هو يحتضر، جمع الصحابة وقال لهم إني ودي نعين خليفة بعدي عشان وأنا حي عشان ما تتمشكلوا ولا تتمشكلوا. فقالوا أبد الموضوع عندك، من تؤمر فينا؟ قال أنا أشوف عمر. فقالوا عمر شديد يعني رجل شديد، أنت بكرة إذا قابلت الله وقال لك الله سبحانه وتعالى أنك أمرت عليهم واحد يعني شديد، عمر يسمى بالفاروق، رجل كان فيه شدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه هو شديد لأنه يراني مرتخي، فكان شدته لارتخائي. أما بعد وفاتي ما أعتقد أنه بيكون شديد. وافقوا. فأتى عمر رضي الله عنه في وقتها وقال أنا والله ما أبيها. فقال له أبو بكر والله لو أعلم أنك تبيها ما أمرتك، أدري أنك ما تبيها. فقال أتشاور الناس فيني ولا تشاورني في نفسي؟ يعني أنا. قال انتهى الموضوع وتوفى رضي الله عنه أبو بكر في عمر يناهز 63 عام. وكان نفس عمر الرسول. ايه الرسول كم؟ نعم نفس 63 عام. نعم. ودفن في مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة. هذا وصلى الله وسلم. عائشة بنت أبو بكر. نعم. أبا يبرد صح؟ إيه هذا أبا بشهير. والله. إيه تو. جزاك الله خير يا الله عبد الله. والله إن حبينا بس إيش؟ إن نعطيه لمحة. جزاك الله خير على الاستشارة. وفي هاي يوم تقول توفى. اللي نستفيد منها والله. يوم توفى 63 عام. الحديث اللي يقول المرأة اللي شاف الرسول تبكي أو واحدة ما ودي عدفتي على حسب المعلومة اللي شفتها، لكني ناسي شافها تصيح قالت ابني توفى وهو صغير. قال كم عمره؟ قال 300 سنة تقريبا. 300 سنة؟ 300 عام وصغير. إيه أحد الأنبياء. إيه تبكي تصيح. الأعمار عندهم ولا قطع كلامك. إيه في ذاك الوقت قال يأتي في آخر الزمان يموت على 60 و70 ما بين 60 و70. قالت والله لو كان هذا عمري لقضيته في سجدة. لا إله إلا الله. شوف لو كان هذا عمري لقضيته في سجدة. تبكي تقول ولدي مات صغير 300 سنة ما عاش حياته. احنا نبي 100. فانصدمت يوم قال لها النبي، واعتقد ان سليمان أو انصدمت انه يوم قال لها ان فيه امه 60 او 70 عام. قالت ما عندي مسوين شيء. نوح 950 سنه كيلو. 950 يدعو يعني دعوه. تخيل ابو سيف، تخيل دعاهم 1000 سنه الا 50 عام. حتى بالايه موجود 950 سنه هو بس دعوه للاسلام والدين 950 عام. وحنا 60 سنه نقول شاي 60 سنة هو الله يرحم الحال. وش نسوي؟ لكن الحمد لله. يلا حسن الخاتم. الحريص اللي زي ما قلت الصدقة والزكاة. سمع منك تقول الصدقة والزكاة.
يا رب تكون ننتقل هناك اخوي ناقل نشدح انا ابغى مكيف ننتقل لا لا ونبي حركه خفيفه لطيفه ابو سيف لبيه نبي حركه نبي نتشدح والله انت شدحنا نمنا وش والله البث البث يحطون ذاك رقدوا كلهم ايه نايمين حق الاحكام لا لا وين نروح؟ انا والله تارك الاسهم الحين لا لا اتفاعد عقبك يوم شيء نروح رجع ايس كريم والله جديد